ومتابعينا اكيد بصباحنا، وخلينا ننتقل الى فقره التربيه وخاصه تربيه الاطفال. رح نحكي اليوم بمواضيع كيف اساسيات التربيه الصحيحه وكيف نبتعد انه نحن ندمر طفلنا بلا ما نحس، وخاصه بالكلمات يلي بنعطيها. رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع معنا الاستاذه نغم تربي اختصاص رياض اطفال. صباح الخير نغم، اهلا وسهلا. اهلا، يسعد صباحك. يسعد صباحك. يعني في كثير كلمات منقولها بنحكيها مع اولادنا بشكل يومي بلا ما نحس، ونحن مفكرين انه هي كلمات عاديه وعابره، وما بنعرف انه لها كثير اثر سلبي، وممكن انه هي تكون مدمره بلحظه من اللحظات لبناء وتكوين شخصيه اطفالنا. شو هي ابرز هي العبارات السلبيه اللي ممكن فعلا هي تنحكى باللاوعي عن طريق الام او الاب؟ هلا نحن عم نعيش بمجتمع مثل باقي المجتمعات، في عنف لفظي، في عنف لغوي، والاشياء اللي نحن الاخطاء اللي عم نرتكبها بحق اطفالنا هي كثير من الامور، مثل مثلا انا ما بحبك، روح، ما تحاكيني. بين الاطفال ممكن اللي بيضربك اضربه، ودائما الاهالي بقووا اطفالهم على بعضهم. الاطفال لما بيجي الطفل من المدرسه مثلا او من الروضه حدا ضاربه، فنحن كيف عم نعالج الموضوع؟ بانه ما بنعرف شو القصة اللي صايرة او شو الموضوع او شو الامور اللي عم بتصير معه، فورا انه انت انضربت، اللي بيضربك اضربه. فهي الامور كثير عم بتاثر على نفسيه الاطفال، عم بتقويهم على بعضهم، عم بتسبب كثير عنف. وبنرجع للموضوع المهم، لانه نحن دائما بنقول انه الطفل عم يطلع من بيئه، من الاسره، وهي الاسره لازم تربي بطريقه صحيحه. فهون انا لما الام عم بتعامل الطفل باسلوب خاطئ، عم تحكي بطريقه هي ما بتكون عم تشعر انه هذا الكلام عم بياثر على نفسيته، وخصوصا مثل ما حكيت انه انا ما بحبك، روح، انه بدل ما اقول له انا فيه، انا انه انا بعاقب السلوك الخطا اللي قام فيه، ما بيجي لمشاعره مثلا، للاشياء اللي بتاثر على نفسيته. فانا لما بقول له انا بحبك لكن انت اخطات، فهون في فرق بين انه هذا السلوك ايجابي، انه انا عم بيجي لعنده عم بقول له اوكي انه انا ما بحبك لكن انت اخطات، فهون الطفل بيشعر بالامان، وبنفس الوقت بيشعر بالخطا اللي قام فيه. نغم، خلينا نحكي ايضا بعيدا عن الكلمات، كمان في سلوك قاتل بالتربية هو المقارنة بين الأخوات، طبعا بين القرايبين وبين الرفقات وبين يمكن الجيران. دائما بنلاقي الأم عم تقارن، ولكن ردة فعل الطفل هي بتكون عكسية. إذا قالت له ليك أخوك جاب مثلا هالقد علامة منيحة، أنت ليه ما عم تجيب علامة منيحة؟ بصير بيجاكر وبيجيب علامة مو منيحة. تمام، خلينا نحكي عن هذا الأسلوب الخاطئ جدا بالتربية. اللي بدي أنا ضوي عليه كثير للأهالي، إنه الأطفال عندهم فروق فردية بيناتهم، يعني في هذا مستوى بيختلف عن هذا المستوى، مو بالضرورة كل أطفال يكونوا متميزين، كل حدا من الأطفال متميز بأشياء معينة. يعني أنا ممكن بالعائلة يكون في عندي طبيب، في عندي مثلا شخص عم يشتغل بالعقارات، لكن ما بقول أنا عن الطبيب وأنت ناجح، أنت المميز، أنت اللي هيك، لا، أنا هي الحياة، هيك الحياة، كل حدا ناجح بمجال معين. فأنا مو معناتها أنه أنا ما بشجع ابني على الدراسة، لا، بس أنا هون عم راعي مستوى أنه هو ناجح بهذا المجال، ما عليه، طالما هو ناجح بحياته بمجال معين فهو أكيد رح يكون ناجح. مو ضرورة نكون كلنا أطباء، كلنا مهندسين، كلنا معلمين مثلا، لا، ما عليه، خلينا نحن نشجع الطفل بالميول اللي له. كل حدا فينا عنده موهبة، بجوز الرسم، بجوز الغناء، بجوز هو بعيد كل البعد عن الدراسه، ولكن طمع. الدراسه هي ضروريه تكون بالحياه. اكيد اكيد، نحن ننمي المواهب تبعت الطفل. الام ومعرفه الام بالتربيه الصحيحه كيف هي تكتشف مواهب ابنها وايضا تنمي له اياها، هي ما عقوبه اذا هو تعلم الرسم. اكيد أو اكيد اكيد، في كثير اطباء عندها ميول معينه، مشاركه مثلا بفرق للرقص الشعبي، كثير في عندنا مثلا مهندسين بتعزف، يعني هي ابدا ما لازم دائما نحن اي طفل ننمي له هي المواهب، دائما نشجعه موجوده طبعا عنده. اكيد، وحتى كثير من الاهل بتبتعد عن انه انا ما بدي خلص، انه صار مدرسه ما بدي انا انمي له هي الموهبه، خليه يلتزم بدراسته يكمل هي الامور. لا، كثير غلط، انا برتب اموره، برتب وقته، بخليه عليه بيروح على معهد الموسيقى، ممكن يكون مسجل نادي تنس، كره قدم، فهي الامور بتشجع الطفل على الدراسه وبنفس الوقت بتنمي له مواهب. نغم، ان كان المقارنه او
إن كان العبارات السلبية أو إن كان سلوكنا نحن مع أطفالنا بحال كنا مضغوطين. نحن بنشوف هلأ الأهل كتير مضغوطين نفسياً، الأم مثلاً ما أنا ملحقة شغل حياتها اليومية، بدها ترجع على البيت، بدها تطبخ، بدها كذا، وين بتفش كل هذا الضغط بالأطفال؟ هذا الشيء قديش ممكن كمان يكون له تأثيره السلبي على سلوك الطفل فيما بعد، لأنه هو يمكن هذا الضغط اللي عم يفرغوه الأهل فيه هو كمان ممكن عم يفرغوه برفقاته. تماماً تماماً، دائماً نحن بنحكي إنه الأطفال هي مسؤوليتنا لإلنا، يعني حتى لو الأم مثلاً عم بتعاني من ضغوط، هي عم تشتغل، في عندها كتير مشاكل، لكن الطفل مو ذنبه بهذا الموضوع. يعني دائماً بحكي إنه هاي الطفل، هذا الطفل مسؤولية الأم، هي اللي لازم تعطيه وقت كافي، لأنه دائماً الطفل ما بده، هو بده وقت أساسي لإله. فنحن هون ضروري كتير إنه نحن نعطيه وقتنا، نعطيه اهتمام بغض النظر عن الظروف اللي عم نعيش فيها. أي حدا فينا عم بيعيش بظروف، إذا كل حدا بده دائماً يعني إنه أنا ظروفي سيئة، أنا مو قادر ربي ابني، معناتها ما أبداً ما بنتجاوب مع الطفل وما بنربيه بطريقة صحيحة. يمكن وقت نوعي أكثر ما هو وقت كمي، يعني تماماً تماماً، يعني أنا أعرف إيمت، أنا أعرف إيمت وجه سلوك ابني، مو بالضرورة أنا ضلني طول الوقت معه قاعدة لحتى هيك أعمل هيك لا تعمل، لأنه دائماً كتر الملاحظات للطفل عم تعطي رد عكسي لإله. فنحن اللي بدنا نعمله إنه نحن دائماً نختار أوقات مناسبة لإله، نختار سلوكيات، نختار شو هي السلوكيات اللي لازم نوجهها، مو كل شيء يلا يلا يلا. كمان كتير الزن على الطفل عم بتأثر عليه بشكل سلبي. نغم، دائماً نحن بالمراحل الأولى من حياة الطفل وقت بيدخل إلى الروضة أو إذا بيدخل إلى الصف الأول إلى الابتدائية، دائماً نحن منرك عليه بالمعلومات ومنصير يمكن نطلق عبارات هي جارحة للطفل. اليوم نحن قديش مهم إنه نحن مو بس طفلنا الأول نعطيه الجزء الكبير من وقتنا واهتمامنا وتعليمنا أيضاً، جميع الأولاد بالتساوي. كيف نحن فينا نأسس طفل داخل إلى جو تعليمي؟ كيف يمسك القلم؟ كيف الأحرف يتعلمها؟ كيف نحن ما نشلشه يمكن للولد أو نهمله ببداية حياته يعني نقضيها لعب وغناج، وبس يدخل على المدرسة بدنا نكون صارمين وبده يطلع الأول فورا؟ هيك برأي الأهالي كتير منلاحظ هذا الموضوع، وخصوصا بالحضانة لما بيدخل وبينتقل للتحضيري. فهون نحن منلاحظ كتير من الأمهات إنه بيدخل الطفل أول شهر بتجي الأم لعنا، ابني ما عم يعرف يقرأ. اوكي، يعني اكيد هو باول شهر، لا باول شهر ولا بالثاني، بالفصل الثاني ببلش الطفل يهجي الاحرف الكلمات. اللي لازم نعرفه انه الطفل يعني عنده قدره معينه للاستيعاب. انا بعطيه كم من المعلومات مثلا، لكن انا بدي اعطيها بمحبه. كل شيء بصير فرض على الطفل بصير في شيء عكسي، يعني ما بيتقبل هذا الموضوع. انا لما بيجي لطفل انه يلا نقله على اللوح كذا، طيب ما انا اساسا مو معطي الاحرف. انا لما بدي بلش اعطي الطفل بعطيه بالتدريج، يعني بعطي احرف، بهجي الكلمات مثلا، بعدين بنتقل للجمل، جمله مؤلفه من كلمتين من ثلاث كلمات، هيك شوي شوي الطفل بصير بيعرف. بيقولوا الاب لازم يعلم الاولاد، هو يمكن احسن ما الام تعلمه، بفضله دائما الطفل، لانه الطفل بيطمع بامه. فالاب بيكون شوي حازم او قاسي يعني على الاطفال، فهون بخاف الولد. انا يعني بدي ابتعد عن موضوع الخوف عند الأطفال. يعني أنا لما بدي أجي أدرس ابني بدرسه بمحبة لحتى يستوعب. كتير من الأطفال لهلق لهذا الوقت كبرت وبعدها لما بتدخل على الامتحان بتخاف بتتوتر، لأنه كمان في عنا من المعلمات عم يستخدموا كلمات عم بتأثر على الأطفال، كلمات كتير عم تتعب لهم نفسيتهم. يعني أنا لما بيدخلوا المراقبين ببلش الولد إنه بلا صوت يلا رايح المس وجاي المراقبين اللي على الأطفال، فهذا الشيء عم بيوترهم. إنه عندي أطفال مثلا تراجعوا بالفصل الأول، بتجي المس إنه أنت تراجعت فلان صار أحسن منك. طب أوكي، مو هيك توزيع العلامات أحيانا كمان قدامه هينة كتير كتير، فمو هيك الموضوع. أنا لما بدي ما بجي ولد على حساب ولد، لا أوكي بجي لعند الولد بجيبه لعندي، فهمه بعرفه أنه أنت بعرف شو الأسباب اللي خلته تتراجع، بس ما بخلي حدا على حساب حدا. هذا الموضوع كتير غلط. يعني في لازم يكون تكامل بين المعلمين والمعلمات
الأهل بالبيت لحتى يقدروا يمكن يسيطروا على موضوع التحفيز الإيجابي للطفل بعمر الصغير لحتى يمكن هو يقدر يستمر ويكمل بالمدرسة. نحن هون بتلاقي أنه ناكد يمكن الأهل بيعصبوا من الأم بتعصب من المدرسة والأنسة بترد. هذا الغلط، فلهذا السبب نحن دائما منخبر الأهالي يتواصلوا مع المدرسة دائما يعرفوا شو هي الأمور، شو هو التقصير عند الأطفال، شو نقاط الضعف عندهم. يعني أنا ما بجي لآخر الفصل مثلا بتفاجأ بعلامات ابني، هذا غلط الأهل. أنا لما في مذاكرة أولى في مذاكرة أنا دائما بدي أنا زيارات دورية للمدرسة لحتى أعرف، مشان ما يصير في أساسا لا الإدارة ولا المس بالمدرسة هي دخلها. هذا الطفل مسؤوليتي لإلي، هذا ابني لإلي، يعني مو بجي لأنا الجلاء هدول العلامات إنه مو المس حاطتهم من عندها، هذا الطفل هو مجهود الطفل. فأنا لحتى أتفادى هاي الأمور بتابع ابني بزوره بالمدرسة، بعرف شو هي نقاط الضعف عنده لحتى نستمر بطريقة إيجابية بيننا وبين الطفل والمدرسة. نعم نغم، خلينا نرجع ونحكي يمكن عن أبرز العبارات والتصرفات الخاطئة والتنمر على الطفل من قبل أمه أو من قبل الأهل بالبيت أو من قبل أخواته، رح يصير ردة فعل على هذا الشيء. خلينا نحكي طبعًا عن أبرز السلوك يلي بتصيبه للطفل، رح يصير عنيد ورح يصير يمكن يجاكر الطرف المقابل لإله. خلينا نحكي عن هذا السلوك، وهذا السلوك أيمت بصير حالة مرضية لازم نروح إلى أخصائيين، وكيف نحن كأهل فينا نستوعبه ببادئ الأمر ونروحه لهذا. طيب هلق نحن بدنا نحكي عن الأخطاء اللي منبلش فيها، أنه نحن لما بيكون أكثر من طفل موجود عندي بالبيت اللي عم بيصير انه الكبير انه انا بسلم المهمه للكبير انه انت شوف اخواتك. طب اوكي مو غلط، بس انا ما علم ابني انه انت تتنمر على اخواتك. انا بخليه انه هو يتابع امور اخواته، يعلمهم مثلا بطريقه صحيحه، لكن يبتعد عن الضرب. كثير بلاحظ انه في اخوات كبار انا بمون عليك انا لازم اضربك، فهي الأمور كتير غلط، بتسبب ردة فعل عكسية للطفل، بتخليه يصير عدواني، ممكن يلجأ لنوبات الغضب، ممكن الصراخ يلي ما بيسكت منها لحتى ياخد الأشياء اللي بده إياها. هاي الموضوع يعني بيرجع أنه السبب هي الكبار، السلوكيات الخاطئة اللي عم يتبعوها، وكتير أمور المقولات الخاطئة اللي نحن دائما بنوجهها لأطفالنا ومنلاحظها كتير بيناتنا. أنه ابني أنا أول ما بدي يدخل للروضة اول شيء بخبره اياه انه انت يلي بيضربك اضربه، فهون انا هي المشكله صبه. تماما هي المشكله كثير عم عاني منها عندي بالروضه، انه انا لما الاولاد بيصير في مشكله بيناتهم بيضربوا بعضهم، بيجوا الاهالي انه ابني ضربه، انه اوكي يعني ضربوا بعضهم، ليه ما ضربته؟ انه ضربته انه بس تعرف الام انه انت ضربته، اي بنشكر الله ضربه اخذ انه يعني حقه. هاي الامور كثير غلط. بدل ما انا اقوي الطفل على رفيقه بقوي شخصيه الطفل، بعلمه يدافع عن نفسه بطريقه، يعني انا لا بقرب على حدا ولا بخلي حدا يضربني، بمنعه يضربني بس ما بضربه. يعني انا بعلم اكثر الاشياء اللي بيختلفوا عليها الاطفال عندي مثلا انه انا بدي القلم، انا بدي اكل التفاحه، ما لي طعميني بسكوته، انه هي الامور يعني امور بسيطه وعادي بتصير بين الاطفال، ما في داعي نحن نكبر الموضوع ونخلي الاطفال يضربوا بعضهم لهذا السبب. بنعلمهم على العنف، على العدوانيه، وبتكبر معهم. يعني الطفل لما بيكبر بصير بيستخدم هذا الاسلوب وبلاقيه هو الانسب له، هو المستحب عند الكبار. يعني نحن انه بيلجأ للضرب، ما في اسلوب، ما استخدم العقل يعني باي بحل اي مشكله. يمكن لانه هو عم يشوف هذا الشيء منعكس، هو برايه انه هو رضا امه وابوه، فمعناته انه خلص يعني حل المشكله. نغمنا نشكرك للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا كثير لك.